الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قبل ما أبدأ في المحاضرة معكم أيها الإخوة، جاءتني رسالة من طالب من طلبة العلم في كلية العلوم جامعة البصرة، لكن هذه الرسالة مستداد المؤمن استوقفتني كثيرا وأثرت في نفسي تأثيرا كبيرا، وأردت أن تشاركوني سماعها لندرك أن الله سبحانه وتعالى يجعل الخير ويجعل البركة حيث شاء. وصدق الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بينما نرى في الأفق كثيرا من العلامات التي تبعث اليأس في النفوس شيئا ما، نرى علامات أخرى تبرز من وقت لآخر تبعث الأمل وتريح الإنسان، وتظهر لنا أن الله تعالى كتب لهذا الدين البقاء إلى يوم القيامة على يد أناسي قبل أن نفكر فيهم أبدا أنهم يكونون حملة دين وأنهم يكونون أوتادا لهذا الإسلام. أن أذكر لكم صورة رسالة أو المخفف منها. الطالب يقول: آمنت بالله وسرت على الطريق، وبدأت في تربية نفسي، وبعد أن قطعت صوتا، إلا أنه لم يكن بناء على أساس من العقيدة، فهو بناء واهم وضعيف، وأحس أني قد أفقد كل ما بنيت في لحظة بعض. وفي الشهرين الأخيرين بدأت أحس بمعنى العقيدة في قلبي، ولكنها لحظات قليلة. إنني أؤمن بالله إيمانا أحس بضعفه بعض المرات، ولكني أريده إيمانا أعظم من الجبال. إني أحب الله، ولكن أريده حبا يملأ علي قلبي، فلا أحس بنفسي ولا بوجودي. إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أريده حبا أغلى من حبي لأخي ولأمي ولنفسي وللدين وللدنيا كلها. إنني أؤمن بالآخرة، ولكني أريده إيمانا كأني أحس أن الله يحاسبني وأقف أمامه يناديني. إني أريده إيمانا أحس بوقعه في نفسي في كل لحظة من حياتي، وليس للحظات قليلة. إني أريد أن أعبد الله كأنني أراه. إني أريد أن أعيش لله في حياتي كلها. إني أريد أن أعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في محبته. أريد أن أرى الجنة والنار، أحس بشوقي لها وبخوفي منها، كما أحس بها حارثة وكما عاشها صهيب. أريد أن أكون مؤمنا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. أريد إيمانا كإيمان حبيب، كإيمان ذلك الرجل الذي قطع أوصاله مسيلمة الكذاب، فلم يؤخذ ولم يأخذ حتى بالرخصة. أريد إيمانا يستهين بكل قوى الباطل في الأرض، والله يعلم صدقي. وهذه دموعي وأنا أصف هذه الرسالة تعبر عن حبي لما أريد. إني أحس ببعض ما كتبت، ولكنه إحساس للحظات. إني أريده أن يستغرق حياتي كلها،
أريد أن أعرف الطريق، أريد أن أعرف المنهج لأتبعه ولو كلفني حياتي وما أقلها على الله. أرجو الجواب والله الموفق والمستعان. هذه الصورة في الواقع صورة للشباب المؤمن بعيد عنه، اللي نسمع عنه ولا نعرف عنه إلا قليلا، لكن الحقيقة هي صورة مسرقة ومسرقة. في الأسبوع نفسه جاءت رسالة من إنجلترا من أخي كان معنا السنة الماضية، وإذا به مسرور كل السرور وفي منتهى السعادة، لأن في أثناء عطلة لمدة أسبوع كان هناك اجتماع للمسلمين من تحت بلاد الله، وكان موجود هذا الاجتماع في بلد من بلاد إنجلترا في مسجد كبير، فيقول اننا تجالسنا وتناقشنا في الاسلام وتعارفنا، ومن الصدف الطيبة انهم طلبوا الاشرطة، اشرطة العقيدة الاسلامية. فيقول ان احد الذين يشتغلون في الاذاعة البريطانية اخذ الاشرطة وبدأ يسجلها ثم يبيعونها بثمن التكلفة، فما من مجموعة تظهر إلا وتختطف، ما من مجموعة تظهر إلا يختطفها الطلبة، مع أن البعض لا يعرف اللغة العربية. يعني إيه؟ هذه صورة بتبين إن من المقصر. الناس فيها فطرة طيبة، الناس فيهم خير كثير، لكن على من يقع اللوم؟ كما قلت كثيرا، اللوم يقع اولا وبالذات على علماء الاسلام ثم على الحكام. ولو ان العلماء صدقوا الله وصدقوا وادوا واجبهم للشعوب لاستطاعت الشعوب ان تغير الحكام انفسهم، لكن مع الاسف المسألة مسألة كما قلت مرارا هي مسألة تجارة وتواصل وتخاذل وجبن إلى أبعد حدود الجبن. فنسأل الله التوفيق. وبالتالي إخواننا اللي كنا عاوزين نعمل منهم المدرسة وبعدين كسلوا شوية، يمكن أنا اللي كسلت، هم طبعا هيتهمون إن أنا اللي كسلت عن تكمين عملية كيف يكون المسلم داعية إلى الله. لكن الواقع أنا ما كسلت، لأن أنا طلبت عدد عاوز لا يقل عن 30 إنسان من نوع معين، فالعدد اللي وصلني كان أقل من هذا. مش معقول احنا نتعب كتير ونقوم بجهد معين علشان نطلع 10 بس، ده احنا بنعملهم زي مدرسه اطلع منها 10. طب ما هم موجودين العشرة، مساله مش محتاجه لكده. فبرضو كلنا مع بعض يجب نفكر باستمرار كيف نقوم بواجبنا نحو ديننا يا اخوه. وكما قلت الناس فيهم خير والناس فيهم امل والناس فيهم بركه، بس علينا ان نقوم بتعريفهم بالاسلام وان نمد يدنا اليهم. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. اما موضوع المحاضره فهو موضوع المال، او الموضوع الخطير الخاص بالمال وأحكام المال في الإسلام. أذكركم أننا تكلمنا عن ضرورة المال في حياة الناس، ثم تكلمنا عن ضرر المال في حياة الناس، ثم بدأنا نتكلم عن نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم للمال
ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لحياته منهجا معينا، وهو أنه يأخذ المال يسعى يكتسب، لم يتساهل لم يتواصل صلى الله عليه وسلم، وكانت الأموال تأتيه من جوانب عديدة، سواء وهو في مكة أم وهو في المدينة، لكنه اختار خطا معينا هو فيه قمة، والرسول يجب أن يكون كذلك. ماذا فعل بالمال؟ قلنا أنه كان يأخذه وهو شاعر بالمسؤولية، مسؤوليته عن الذين اتبعوه وعن الذين شاركوه في العقيدة وشاركوه في الألم وشاركوه في الأمل وعاشوا معه على أرض الدعوة، نظر إليهم على أنه يجب أن يتكفل بأمرهم وأن يرعى أسرهم وأن يرعى كل جوانب حياتهم. هذا الشعور جعله لا يفكر في ابنته فاطمة بقدر ما يفكر في الفقراء من أهل الصفة، ولا يفكر في العناء والتعب الذي تعيش فيه زوجاته صلى الله عليه وسلم، وفي العري والجوع الذي هو الشيء الأساسي في بيوته وبيوت أزواجه، لا يفكر في هذا بقدر ما يفكر في رجل من المسلمين بعيد أو قريب هو في حاجة إلى خادم أو إلى معونة أو مساعدة، كما تأتيه فاطمة فتقول أريد خادما وعندك واحد فيقول كيف بموعدي لأبي الهيثم، لقد كنت وعدت أبا الهيثم أن أعطيه خادما فهذا الخادم له، أما أنت اذهبي وسبحي الله وحمديه وكبري. طبعا هذه الصورة لما أقول إن الإسلاميين لأمر ما بعدوا فترة طويلة عن النظرة إلى المال كعنصر أساسي في الحركة الإسلامية، والنظرة إلى المال كعنصر أساسي في جلب النفوس وتصييب القلوب وتأليفها، ولو أدركنا أن الإسلام جعل بابا من أبواب مصارف الزكاة يسمى باب المؤلفة قلوبهم، بمعنى ان احنا ناخذ من الزكاة ونعطي للكفار ونعطي المنافقين ونعطي ضعفاء الايمان لكي يقوى ايمانهم ويقبلوا او يقبلوا على الاسلام ان كانوا كافرين. هذا الباب موجود في الزكاة ليه؟ لان الاسلام دين الرحمة، ومن مقتضيات الرحمة انك لا تنظر الى الاخرين وان كانوا على غير دينك نظرة التعالي والتكبر او نظرة الاستخفاف او نظرة الخشوة، انما تنظر اليهم نظرة الرحمة ان كنت مسلما. لكن هذا الخط ضرب
محتاج الى كلام كثير جدا. الاسلام بالنسبة للمال ربط بين المال وبين العقيدة، بين الانفاق من المال وبين العقيدة. العقيدة الايمان بالله كله بالمناقشة حوله وبالاسئلة وبالاجوبة وبالمعارف الكثيرة التي حصلت حوله، كل ذلك كان بمكة او كان اكثرها بمكة. يبقى مكة العهد المكي ينتهي كأنه كان عهد العقيدة، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر كما نعلم. لكن في مكة أيضا حصل أمر آخر نزل مع العقيدة. إيه هو؟ قال الجانب الاجتماعي في الإسلام، رعاية الناس الذين يعيشون معك مثلا مع العقيدة. وكما قلت كثيرا يا إخوة، إذا قرأت الصور المكية تجد ذكر العقيدة وذكر الإيمان والبعث واليوم الآخر والجنة والنار، وتجد ذكر الفقراء والمساكين واليتامى، وواجب كل مسلم نحو هؤلاء. معناها إيه؟ معناها أننا إذا آمنا بالله وملأنا الدنيا ثمينا وملأنا الدنيا هتاكا بسم الإيمان، ولكننا قبضنا أيدينا على أموالنا ولم نحركها لصالح الدعوة ولم نحركها لصالح الإنسانية ولم نحركها لصالح المحتاجين، فيجب ان نعلم اننا كاذبون منافقون الف مرة. ويرحم الله الشهيد كيف قط وهو يفسر سورة الماعون، فله رأي في منتهى الخطورة هنا يفسر قوله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يبيع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فيقول إن الإنسان الذي ينهر اليتامى ولا يحض على إطعام الفقراء والمحتاجين هو إنسان كافر خارج عن دين الله. لأن أخذ بظاهر الآيات، لأن الله يقول: أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو يا رب؟ هل كذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين؟ وبعدها على طول: فويل للمصلين. ويل للمصلين كيف؟ الويل للمصلين الويل صحيح للكافرين، والويل للكافرين، والويل للمنافقين، والويل للنصابين. قال: وبرد والويل للمصلين. لأن المصلين حين يسمعون في بيت الله آياته وحين يقفون بين يدي ربهم ثم لا يكتسبون من ذلك رحمة ولا تتحرك نفوسهم لإنقاذ البؤساء والمنقوبين فهم أكبر كذابين. وأنا قلت يجب أن احنا نضع النقاط على الحروف ونعرف حقيقة الأشياء على ما هي عليه، ونعرف سبب فشلنا إلى الآن، لأن خطواتنا محدودة وكلما تحركنا خطوة واحدة وصف لنا أعداء الإسلام يقولون: من أنتم؟ وأن نحن المسلمون. وماذا عندكم؟ عندنا إصلاح المجتمع، أنتم لم تصلحوا أنفسكم. ما الذي ظهر للشعب منكم؟ ما الذي قدمتوه للأمة؟ ما الذي قدمتموه لها؟ سؤال
يحتاج إلى جواب، ولا بد أن تفيد. فإذا لم تستطع تقبع في مكانك منعزلا وعش بعيدا. لما جم الإسلاميين يقدموا أربع نواب إسلاميين فشلوا، سقطوا كلهم، مش ولا واحد إسلامي نجح. كان ليه؟ لأن كان الإنزالية عن الشعب لها أثر كبير، لازم أكثر من كده. اللي بينادوا بالشيعية نجحوا، واللي بينادوا بالإسلام سقطوا. اللي بينادوا بالشيعية بيسمع الشعب ويمنيه ويغريه مع أنه لم يفعل له شيئا، لكن بيفتح له بيته وبيفتح له مكانه، يدخل بيوت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، يواسي الناس ويعاملهم بوجه تاج سلف. أما الإسلام فما دام قال أنا خلاص بصلي وبصوم وعرفت ربنا، يبقى أنا في السماء، يجب الناس تركع وتسجد وتخضع، أنا فوق مش تحت. طيب الناس مستغنية عنك لأن الناس عرفت ربها على كل حال. غلطة ما صحت من سؤال الرسول. إذن لما القرآن يقول فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين، بعدها يقول فويل للمصلين، ويجيب علامات المصلين انهم فيهم علامات. المصلين الذين لهم الويل لهم علامات ثلاثة. اولا يجمعون الوقت على الوقت ويسهو ويغفل عن الصلاة، يصلي بعد الشمس ويقول انا بصلي، يجيب الظهر على العصر والمغرب على العشاء ويقول ان انا بصلي. ثانيا يراؤون يجيبون الرياء، يوم يخرج طبقة عايز الصحف تتكلم عنه وعايز الناس كلها تتحدث بما فعل. طيب بعد كده يمنعون الماعون. يعني ايه يمنع الماعون؟ يعني اذا عرف ان فيه ناس محتاجين لا يعطيهم ما يحتاجونه، وعنده من المال ما يكفيهم. والمال ليس ماله انما هو مال الزكاة، ومال الزكاة حق للفقراء، فلا يجوز لغني ان يتكبر به او يتعالى على الناس به. المال بمجرد ما صار مال زكاة بقى من حق هؤلاء الناس. حتى ان ابن حزم يقول لو قام الفقراء فاخذوا من الاغنياء اموال الزكاة بالقوة او صرفوها فانه لا قطع عليهم ولا مؤاخذة. ليه؟ لأنها دي اموالهم، ده حق للسائل والمحروم، وما دام حق لهم اذا اخذ حقه فلا اله. ليش الثاني؟ نجد ان العقيدة ايضا بترتبط بالمال. في القرآن في ايات كثيرة الله تعالى حين يدخل بعض الناس جهنم يقف اخرون ويسألون عنه فيقولون ما سلككم في سقر، ما الذي ادخلكم جهنم؟ اين بس ما في بحاجة بسيطة جدا. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين. فجاء عدم اطعام المسكين جاء مع ترك الصلاة ومع الكفر بالله ومع انكار يوم القيامة. يعني معناها ان الانفاق مرتبط بالعقيدة بالنسبة للعذاب، كأنه هو والعقيدة في مكانة واحدة. لما نيجي من ايات اخرى التي تكلمت عن مركز الانفاق في الاسلام، اللي بتقول انفقوا اموالكم، نجد الانفاق اين يوضع؟ يوضع مع المبادئ الاساسية في القرآن. فالله تعالى يقول ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره. يبقى وضع الإنفاق مع الإيمان بالله ومع الصلاة. كل شيء تجد الله تعالى يقول إنما المؤمنون بدين المؤمنين. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. طب اللي أقام الصلاة ولم ينفق يبقى ليس مؤمنا حقا. ويقول تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فبدين إن المؤمن الصادق بيجاهد بالنفس وبالمال وهذا هو الصادق حقا. أما الذي لا يجاهد بماله يبقى مؤمن كذاب. ما احنا يجب ندرك ما نحن عليه وما نحن فيه اخوة. يعني احنا بنجري ومفيش بيجري ورا الدنيا الان مثل المتمثلين وحاضين عليها بشكل طبيعي جدا. ليه؟ لهم فلسفات كثيرة وفلسفاتهم اضاعة الاسلام. لما نجح له ننظر الى نظرة الاسلام من انسان الذي يستغفر بناحية الانفاق بالجانب المالي. ماذا قال فيه القرآن؟ ماذا قال الله في ثعلبة؟ ثعلبة وعد إن آتاه الله مالا أن يخرج منه وينفق ويتصدق. فلما أعطاه الله المال وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم الجابية ليأتي بالزكاة من الإبل والبقر والغنم ورأى ثعلبة نصيب الزكاة كبيرا قال لا يا عم ما هذه إلا جزية مش معقول أخرج كل بال الله. الله مين؟ أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. خلاص ما ربنا عملهم فقراء انتوا هتعملوهم أغنياء سيبوهم فقراء بقى انتوا مش أرحم بهم من ربنا. فلسفة ما هو إبليس له فلسفة على ما الرسول اللي رايح يتبع الزكاة على نبيه للنبي عليه الصلاة والسلام وجد الآيات أنزلت على النبي محمد في سأل ثعلبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. فالله تعالى ختم على قلبه بالنفاق الى يوم القيامة الى يوم موته. فكان ثعلبة يأتي الرسول عليه السلام ويحث التراب على رأسه ويصرخ ويبكي ويرجو الرسول ان يقبل منه المال فالرسول لا يقبله. وجاء عهد ابي بكر فكان يذهب ثعلبة ويرجوه ان يأخذ المال فيرفضه. وكذلك رفضه عمر ومات ثعلبة منافقا في عهد عثمان رضي الله عن هؤلاء الخلفاء الراشدين. فماذا فعل المال؟ لا يستطيع. بل كان المال بالنسبة لهؤلاء عذابا لهم. الله تعالى يخبر في القرآن وهذه فلسفة يجب ان يعيها المسلمون.
أن الذي يحمل المال بدون عقيدة هو إنسان إن ظن أنه متمتع بماله فهو كاذب في ظنه، والحقيقة أنه معذب بماله، لأنه يعذب في جمعه ويعذب في حراسته ويعذب في الجهل به ويعذب في البحث عن المشاريع التي يستثمر فيها ماله، ويظل طيل حياته معذبا. فإذا مات وترك المال عذب على المال يوم القيامة عند الله عذابا أليما. من أين جاء بالمال وكيف أنفق هذا المال؟ فقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم، يعني المنافقين، ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هؤلاء المنافقون وكل من أعرض عن الله وظاهره إسلامي فهو منافق، وكل من دخل بماله الواجب عليه وهو يتظاهر بالإسلام فهو منافق نفاقا عمليا. فالله يقول: هؤلاء يعذبهم الله في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، إما كافرون بنعمة الله وإما كافرون كفرا حقيقيا. إذن ها المال دخل في خطورة شديدة، وأصبحنا نرى أن النظرة إلى المال ليست نظرة سهلة. لما نيجي نخطو خطوة نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أريت الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، وأريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. وفي حديث البخاري أن كم من لماذا أكثر أهلها النساء أهل النار؟ قال: يكفرن. فقيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العسير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، لو أحسنت إلى امرأتك إحسانا لا حد له ثم أسأت إليها مرة واحدة، قالت: ما رأيت منك إحسانا قط، من أجل ذلك تفقدها الملائكة وتسرق بها على جهنم على طول، لأنها لم تذكر ربها ولم تذكر زوجها. المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يبينها بالشكل ده يبقى كان يبين لنا التخطيط السليم للعمل في المال، يبقى مش المطلوب ان احنا نرفض المال، لا، انما ننظر من الآية اللي حددت موقفنا من المال، والرسول طبقها عليه الصلاة والسلام: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن انظروا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يعني والعمل الباقي الذي ينفعك يوم القيامة لأنه عمل صالح هذا هو الخير الذي تستفيد به، ومالك لا يصير صالحا ينفعك يوم القيامة إلا إذا أنفقت منه ووضعته في المواضع التي يحبها الله تعالى. طيب بنفس كده نجد ان القرآن مش بس جعل المال مع العقيدة، وجعل النفاق مع البخل لا حتة تانية كمان هامة وكثيرة جدا. خلينا نسمعه. هذا الإسلام
ليس لعبة في أيديكم لمن تدعون الإسلام وتعيشون على حسابه. إنكم إن رضيتم مهونة الإسلام ورضيتم وعد الإسلام وقتله ورضيتم أن يعيش الإسلام غريبا مهددا في كل مكان، فأنتم بذلك تعتبرون ملومين مؤاخذين إذا كنتم تستطيعون أن تعملوا للإسلام شيئا. فأنتم إذن مطالبون أن تجاهدوا في سبيل إسلامكم وفي سبيل دينكم بقدر ما تستطيعون طيلة حياتكم. ولذلك إذا أنتم رسمتم إلى الضعف والخمول والكسل وجعلتم للإسلام وقت الراحة وقت وقت الفسحة وقت النزهة بعد ما تاكل وتشبع وتهيئ وبعدين تقول يلا نتكلم شوية في الإسلام كما قلت لكم، يبقى انت في الوقت ده عامل من عوامل هدم الإسلام. ولذا الله تعالى يقول في وضوح: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. كلمة سبيل الله بعض الناس يأخذها على أن المراد منها القتال، وهذا تعبير ضيق. سبيل الله كل عمل يرضي الله هو سبيل الله. فأنت تعليمك أولادك الإسلام سبيل الله، تربيتك زوجتك على الإسلام سبيل الله، إنفاقك على أقاربك من أجل تحبيبهم في الإسلام سبيل الله، إنفاقك على أصدقائك من أجل جرهم إلى الإسلام سبيل الله، اتصالك بالناس لعرض الإسلام عليهم سبيل الله، قراءتك كتب الإسلام لتتعلم وتعرف جوانب الإسلام هو سبيل الله، خروجك وتحملك الألم والحر والبرد في سبيل عرض دين الله سبيل الله، عدم النفاق وعدم الكذب وعدم الجبن في وجه أعداء الإسلام سبيل الله، شجاعتك في طريق الحق وقولك الصدق وثباتك على الدين حتى تموت في سبيله هو سبيل الله. إذن سبل الله كل عمل يرضي الله تعالى. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لم يكن تثاقلتم لكن قال اثاقلتم، فجاء بالكلمة المسددة اللي هي فيها السكون والإدغام والضغط، وبعدين تحس ان الكلمة نفسها وهي بتنطق كأن الذي تثاقل إنسان مسدود من الأرض بيرمي نفسه عليها لأن فيه جاذبية قوية. اثاقلتم إلى الأرض، وبعدين يقول أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدلا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، يعني إن لم تنفروا في سبيل الله وفي دين الله وللعمل الصالح ولدعوة الناس وللصدق مع أنفسكم ومع ربكم، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. طيب وبعدين عايز مني ايه يا رب؟ قال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. يبقى اذا هذا هو الطريق، ان تجاهد بالنفس وان تجاهد بالمال. ويا اخوه، لو دخل مالك عنصر من عناصر الدعوه للاسلام، ولو دخل مالك عنصر من عناصر التاسيس للاسلام، ولو دخل مالك عنصر من عناصر التربيه في الاسلام، لوجدنا اسلاميين كثيرين ولانتصر الاسلام من زمن بعيد. لكن الذي يعيش على اصل الدعوه هو اجتماع ثم الصراط، وكلام وكلام، وخطب ووعد، اما عمل واما تضحيه واما جهد في سبيل هذا الدين فلا. لذلك تجمدت الدعوات ووقفت، لا تستطيع ان تتحرك. وبعدين لما تيجي تكلم واحد يقول لك اصل انا خايف. طب خايف من ايه؟ انت اسمعنا من خايف؟ ان صليت تخاف، ان فكرت القران تخاف، ان فكرت السنه تخاف، ان علمت الناس احكام الاسلام من الفقه تخاف. يجب ان اقول لك انت جاهل لذلك يخيفك ذلك. ولو علمت الاسلام لعلمت ودعوت اليه. لكن انت تدعو من وباي شيء تدعو؟ بعدين متحوشم معزول في كورنر في مكان ضيق لا يعرف غيره. اذا كلمت زي الولد السوري، اربع كلمات اللي عارفه خاصين براس المال ومتطلباته واساسياته واثار المترتب عليه. زي الولد النصاني كان نقطة عرفه مهاجمة دون خاصة ان الاسلام كان بسيولك النبي تجوز كم واحدة، الدنيا بتاعته الاسلام بتاعته اصوله قائمة على الرأسمالية وعلى الاستبداء. اتوي السالبات احنا برضو بقينا بنمشي ناخذ من الاسلام جانب واحد ولا نعرف غيره. تضع علينا اشياء كثيرة. احنا ليه ما نكونش كل واحد منا قوة؟ ليه؟ لان احنا مش عايزين نحرك مالنا في سبيل الاسلام. لما نرجع للدعوة الاسلامية في اولها، نجد المسلمين في اول الدعوة كانوا مال المسلمين مالا لكل من اسلم. المسلمين نجد المسلمين في العهد المدني كانوا مال الانصار قسمة بينهم وبين المهاجرين. ولما اخذوا اموال بني النضير واراد الكل ان يكتسبوها نزل القرآن يقول لا، اموال بني النضير لم يحارب احد في سبيله فلا يكون هذا المال الا للفقراء والمساكين من المهاجرين حتى لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. فكثر المال على هؤلاء. اذا الاسلام نظر للمال وتقسيمه نظرة قيمة ورائدة واساسية. لكن اقول ايه؟ ماذا اقول يا اخوة؟ نحن حولنا البيوت عم تتكر زر. بقوله مرة ده في واحد بيقول ان ما عندي ناس، انا من ساجد بيت علشان اعطيه الزكاة بتاعتي. قال لي بس يجيني في النجرة هنا يجيب فلوس لو كانت هي مليون دينار وانا حاخد والف بوه على البيوت المنصوبة. وسوف يعرف كيف اهمل المسلمين مثل هؤلاء الناس. الكلام ده يقال في احياء كثيرة موجودة في الكويت البلد الغني السري. فضل الله عليكم لما نكتب احنا ونقول الاسلام وهؤلاء الفقراء بيعيشوا بينا، مين يصدقنا؟ فتحنا صدقونا ليه؟ عملنا ايه؟ ما هو ده الاسلام اهو. الناس ده موجودة، المحرومون موجودون، البؤساء موجودون، ولا بيخطبوا موجودين، ولا بيكلموا في الاسلام موجودين. يبقى دي غلطة بنتورط فيها. لما بنفتح الاسلام بنجد ان الجو بيختلف. تعالى الاسلام لما بدا انه امر بالانفاق وجعل الانفاق اساسا في الجهاد كما جعل الانفاق قسيما تقريبا للايمان
كما جعل الحياة بدون إنفاق حياة نفاق، الحياة بدون إنفاق حياة نفاق. وبالصدق يا إخوة أنا عديت الآيات أو الكلمات اللي ذكر فيها المال في القرآن وجدتها 86 كلمة. بعدين عديت الآيات اللي ذكر فيها الإنفاق في القرآن فوجدتها 80 الآيات. عديت الكلمات مش الآيات اللي ذكر فيها الإنفاق فوجدتها 80 كلمة. يبقى 86 ذكر فيها المال مقابلها 80 كلمة ذكر فيها الإنفاق. كأن آيات المال أو كلمات المال يقابلها كلمات الإنفاق ويزيد 6. الـ6 ده ليه؟ علشان تنفق منها على نفسك أنت وأولادك. يبقى الباقي عايزين المال للمسلمين. محدش بيقول لك ما تكونش غني، محدش بيقول لك اعمل لأولاد لا تعمل لأولادك، لكن الكل يقول لك الإسلام أغلى والإسلام أعز وأسمى والله خير وأبقى والله لك والله لأولادك من بعدك والله لزوجتك وجميع قرابتك وأنت بدون ربك لا شيء. فإذا جمعت المال وما نظرت لحق الله ولا لدين الله ولا لعمل في سبيل الله فأنت ضائع مضيع خاسر في الدنيا والآخرة. هم الأكثرون ورب الكعبة، هم الأكثرون ورب الكعبة. فلما قال أبو ذر من هم يا رسول الله؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. المسألة بتتبع لنا الجوانب بتاعتها بالنسبة للخط الإسلامي. يجب أن النفقة أو العمل الإسلامي عن طريق المال يساوي العمل الإسلامي عن طريق الجهاد في سبيل الله بالنفس. يعني ازاي؟ معروف ان اعلى الدرجات ينالها المسلم بالجهاد والقتال في سبيل الله، كذلك تجد في الجانب الاخر اعلى الدرجات بعد الجهاد ينالها المسلم بالانفاق في سبيل الله. فتجد الله تعالى يجعل الحسنة بعشر أمثاله، وفي النفقة يجعلها إلى 700 ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وبس يبين كده، يبين لنا ان المنفقين الصادقين قوم ايديهم سخية في كل وقت، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. بالليل والنهار ده تقسيم الزمن، سرا وعلانية ده تقسيم الحالة. فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعدين يجي في آية ثانية يقسم حالة كنت المالية الحالة المادية، فيقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. اي يعني المتقون هم الذين ينفقون اموالهم وهم فقراء ينفقون وهم اغنياء ينفقون. ألف ايه؟ طيب وهم فقراء حياخذ ثواب؟ قال لك قد يأخذ الفقير من الثواب ما لا يأخذه مئات وآلاف الأغنياء. ليه؟ الحديث الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه سبق درهم 100,000 درهم.
صدق درهم 100,000 درهم. كيف درهم يأخذ ثواب أكثر من 100,000؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام فسره، قال رجل إيده درهمين فتصدق بدرهم فقد تصدق بنصف ماله، ورجل عنده قناطير قنطرة فأخذ من جانب ماله شيئا ودفعه للمساكين، فهو يعتبر بياخذ ثواب بنسبة ما دفع بنسبته لباقي المال. فإذا كان واحد على 1,000 يبقى شوف نسبته بالنسبة للي 50%، اللي انفق نصف مالك عند درهمين يعني انفق درهم يبقى انفق نصف مالك، لكن صاحبنا اللي عنده الملايين يعني عمل ايه؟ انفق جزء من المال، يبقى هذا المسكين الفقير افضل منه 1,000 مرة. عشان كده انا قلت لكم كثيرا يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم ولا تنظروا للاغنياء ولا تعطوهم تكريما ولا احتراما ولا تعظيما، احتقروا اموالهم في كل صدقه احتقروها. ليه؟ لان لابد اما ان يخضعوا للاسلام ويستسلموا له، واما ان نحتقر كل ما في ايديهم، لان مسعدهم هباء. شوف القران يقول فيه ايه؟ ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. لا يغرنك تقلب الذين سافروا في البلاد، يعني تقلبهم بالاموال وتقلبهم بالزينات وتقلبهم بما يفتخرون به على الناس، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تمدن عينيك، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، انما اعطيناهم زهرة الدنيا ليفتنوا فيها ورزق ربك وهي الدرجات والثواب والجنة خير وابقى. يبقى ده هو الوضع الصحيح. والله تعالى يبين لنا ان المال بغير ايمان سابق وبغير عمل صالح الله لا يعبأ به، كما جاء في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها سربة ماء. فيقول تعالى ولولا ان يكون الناس امة واحدة حتى تعرفوا قيمة الاموال لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين. يعني ايه؟ الله يقول لولا رحمة ربك بالمؤمنين لجعل الله الاموال في يد الكافرين، وجعل الله لهم من كثرة الاموال جعل لبيوتهم سقفا من فضة وجعل السلالم والدرج الذي يصعدون عليه من فضة ومن ذهب وجعل لهم سررا من ذهب وجعل كل ذلك لهم، لان ذلك كله متاع الحياة الدنيا ومتاع الدنيا قليل والاخرة عند ربك للمتقين. والاخرة فيها ايه؟ معرفنا ان الغرفة الواحدة في الاخرة اتساعها اخر رؤية البصر، والغرفة الواحدة فيها 70 سريرا وكل سرير عليه 70 زوجة لا ترى الزوجة الزوجة الاخرى من ساعة الاسرة، وارتفاع السرير ما بين السماء والارض. وهذه الغرفة هي غرفة في قصر فيه 1,000 غرف، كل لبنة كل طوبة في الغرفة من ذهب او من فضة. يبقى الدنيا جنب ده
ايه قيمتها؟ يعني الغرفه الواحده لو جمعت كل الذهب اللي في امريكا وانجلترا واللي في اوروبا واللي في اسيا وافريقيا يبقى مش هيجي مثل ذهب غرفه واحده تمتلئ. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول: لموضع صوت احدكم في الجنه، موضع الصوت العصا خير من الدنيا وما فيها. اذن عرفنا ان المال في القران يمشي مع العقيده جنبا لجنب، وان المال في القران حين يتخلف المسلم بماله عن دفعه في سبيل الله يتحول الى مسلم منافق، وهذا لن ينفعه لا في المال، لن ينفعه في الدنيا ولا في الاخره، وان المال مطلوب لاقامه الدين، فمن لم يحرك ماله في دين الله واخذ ينادي بالجهاد وينادي بالقتال، هو عارف ان ما فيش جهاد دلوقتي، وعارف ان ما فيش قتال دلوقتي، وعارف انها اعمال كاذبه، فهو انسان يغطي فشله بتلك الكلمات والصفات. لابد اذن ان احنا نحول المال ليقوم بامر الاسلام فيما يتطلبه الاسلام، كما ان يجب ان ندرك ان المال توفره مع وجود الفقير والمسكين واليتيم والمحروم والمنكوب، هذا المال مع وجوده في ارض هذه الطبقة فهو دليل على انهم كاذبون كافرون بعيدون كل البعد عن الاسلام. اسمعتم ارأيت الذي يكذب بالدين؟ يبقى من خلال هذا بندرك خطورة المال كما ندرك نظرة الاسلام الى المال، وهذا مرجع ثاني لصوت الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. ليه حين جاءه المال انفقه كله وتبعه في الانفاق ابو بكر؟ اما عمر فانفق نصف ماله في غزوة العسرة اللي هي غزوة تبوك، فلما فعل الرسول ذلك عليه الصلاة والسلام؟ لانه وضع المال موضعه في سبيل الله. انتوا فاكرين يا اخوة على سامع مسألة تبقى واضحة، لما المسلمين في المدينة الانصار بالذات لما انتصر الاسلام وارادوا ان يعودوا لارضهم وينموها ويسمروها ويهتموا بنخلهم وبزراعاتهم، فتسلم الانصار في ذلك، وان يترك القتال بعضهم يترك القتال للذين يقدرون ويقومون به، فنزل قوله تعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. كانت التهلكه هي الانصراف الى تنميه الزراعات وترك الجهاد في سبيل الله تعالى. يعني ايه؟ يعني النظره الى الدين اهم من النظره الى المال. لكن حضرتي وحضرتك بننظر الى المال اولا والدين بعد شوية. استنى عليا كده شوية، عايزين دين برضه استنى شوية. ليه؟ اصل الشيعية شغالة اليومين دول واتباعها كثيرون، لو احنا عملنا دين هيغلبونا. استنى شوية. ليه؟ اصل في سيارات كده معينة لو عملنا اي حاجة اسلامية هيهدوها. استنى شوية. ليه؟ اصل باين ان في جوانب جاية باين ان العمل اللي احنا هنعمله هتجيله اقسام عرفية مش هنعرف نعمل حاجة. استنى شوية. ليه؟ اصل لما بنلتقط بعضنا المباحث بتشتغل ورانا. الله، هو الاسلام مش محتاج لكده. احنا غلطنا. ايه الغلطة؟
احنا الواجب ان احنا نعمل من كل مسلم امه ممتاز القائمة بذات قوة، ثم نسلك نرمي به في ارض الله، فاينما وجد تكلم بالاسلام وعمل بالاسلام ودعا الى الاسلام ونبس نعما معه، نبس عن الاسلام ليستخرجه ويدرجه للناس. يبقى احنا عايزين نعمل كده، امتى نعمل كده؟ لو كوننا مسلم ذاتي معتمد على نفسه، مسلم واعي، مسلم فاهم، مسلم عالم، مسلم ثابت عالم علم على قده، مسلم ثابت قوي. لما قلت كلمة عالم دي انا فاكر مرة قلت لابد للعمل بالاسلام من العلم بالاسلام. فبعض الناس قعد يلف قلب الكيس، تعالوا شوفوا قلب ايه عاوزين علم بالاسلام قال. طب امال نقول ايه؟ طب عشان خاطرك عاوزين جهل بالاسلام. يا ناس يا حر يا فضيحة، احنا بننكر نحن ده الارسعين واخدين فكرة عن الاسلام اكثر من بعض المتمثلين النصارى بالتقلبة. يبقى احنا عاوزين المسلم الذات. طب نعمل الذات لابد نضحي بحاجات كثيرة، اهم ما نضحي به نفسي ومالي. الله ده احنا دلوقتي دخلنا حطينا المال كجزء اساسي في حركة الدعوة الاسلامية. لا مش انا اللي حطيته، تعال انت روح لحركة الدعوة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وحركة الدعوة في عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وانظر هل استطاعت الدعوة ان تسطو سطوة واحدة بدون ان يكون المال مساعدا فيها. كيف يكون؟ على الاقل اللي بحق الله يسطو ويتفرغ للدين عايز ياكل ويفرغ على الاقل. يبقى لابد من هذا، ومن هنا يجب ان ندرك خطورة المال في الاسلام، وان اموالنا يجب ان تضع في اغلى شيء عندنا، واغلى شيء في حياة المسلم هو دينه. واذا لم يكن الدين اغلى من كل شيء فيجب ان نبطن بالعشرة اننا منافقون. يجب ان نقرأ قوله تعالى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. يجب ان نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله احب اليه من ماله وولده ووالده والناس اجمعين. يجب نقرأ هذا وندركه تماما، اذا لم نفعل فنظل غفلانين. ايها الاخوة، اذن المال للاسلام عصب، والمال للاسلام حياة، والمال للناس رحمة، والمال للناس حق، والمال للمجتمع كله يجب ان يسرط حتى نجذب المجتمع الى الاسلام، ونستطيع ان نقول له ان الاسلام رحمة بالمسلمين. لكن الى الان المتمسلمون رؤوس اموال، المتمسلمون ارستقراطيون، المتمسلمون الرأسماليون، متكبرون منتفقون، والمتواضعون قليل ما هم واين نجدهم. عشان كده اعداء الاسلام بينفروا من الاسلام، والجاهلون بالاسلام ينفرون من الاسلام. ونستطيع ما قلت يجب نبدأ من جديد، يجب، لأنا بقولها لأنها مسؤولية أمام الله، يجب من جديد نبتدي من جديد نراجع أفكارنا، ونراجع تصرفاتنا، ونراجع أمورنا، ونقول لماذا نحن دائما فاشلون، وبقولها دائما فاشلون، يجب نقولها، وسمعنا احنا بس اللي فاشلين، كل الناس نجحوا، كل الناس عندهم شجاعة، كل الناس عندهم رجولة ورحمة، ليه احنا بس ليه؟ هتطلع من هنا وتقول لي لا ده حسن طلع فيها قوي جدهم
اكثر من اللازم اكثر من اللازم ارجع للقران وروح اتم اللازم انما قلت اكثر منه. نسال الله ان يهدينا سواء السبيل وفقنا حب الفقر. الله عنك على الاسئله النهارده يظهر برضو مكثره شويه. واحد بيقول ارجو الاجابه على رساله الاخ.